سلام صديقتي الغاليه، ان شاء الله دائما في تمام الصحه. جبت لكم موديلات اكثر من رائعه، موديلات انيقه، موديلات راقيه، مزيج ما بين القفطان او التكشيطه المغربيه بلمسه عصريه وايضا بلمسه تقليديه. موديلات انيقه، موديلات غادي تعجبكم ان شاء الله. كنتمنى انكم تستمتعوا بها وتكملوا الفيديو حتى الاخير، لانه كاين قطع اكثر من رائعه كتستحق المشاهده ديالكم. غادي ندوزوا صديقتي باش تشوفوا الفيديو ديال اليوم اللي اكثر من رائع. كما ذكرت معكم غادي تشوفوا موديلات اللي داخله فيهم لمسه عصريه وايضا موديلات اللي تقليديه 100%. جميع الموديلات رائعه، جميع الموديلات راقيه جدا. كنتمنى انها تعجبكم، كنتمنى صديقتي الى عجبكم الفيديو انكم تخليوا لي اللايك ديالكم، التعليق ديالكم اللي كنفرح بها بزاف، وكنشكر اي واحد كياخذ من وقته وكيخلي لي تعليق او لايك. وبالنسبه للاخوات الجدد لاول مره كيشوفوا القناه، كنتمنى انها الى عجبتكم القناه تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناة. كنشكركم جزيل الشكر، كنتمنى لكم فرجة ممتعة. دمتم بخير، إلى فيديو قادم إن شاء الله.
شكرا.